السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي أداة مجانية تقدر تطبع على النفس وركس، فهتديك إن تقدر تعمل إكسبورت لعدد الكلاشات ونوعها وكل حاجة. طيب تعال نشوف الفكرة بتاعتها. وانت في قلب النفس وركس هتبدأ تحدد عايز تعمل ايه مع ايه، يعني مثلا الاستراكشر مع مثلا البلامينج، وفي الاخر يقدر يعمل لك حاجه بالشكل دوت، جدول بالشكل دوت، بحيث تعرف عدد الكلاشات بين مثلا الالكتريكال مع مثلا البايب وهكذا. فالجدول ده لو انت بتعمله مانوال هياخد منك وقت كتير. تعال نبص على الصور اهوت. هنا الست اللي انت هتعملها بين ايه وايه، وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اعمل كلاش تيست، عايز اعمل اول كلاش تيست، عايز اعمل اكسبورت للكلاش ريزولت. دي النتيجة اللي تطلع معانا، نبقى عارفين في كام كلاش بين مثلا الحائط والابواب، بين الحائط مثلا والضغطات بتاعة التكييف او الالكتريكال بالشكل الجميل المنظم دوت. ده كده الاكسل اللي بيطلع لك اهوت، كل حاجه فيها كام كلاش، كام كلاش جديد، كام اكتيفيتيز، كام واحده تراجعه، كام واحده ابروفال، كام واحده ريزولف. فده بيوفر علينا وقت كتير قوي. فأتمنى الأداة تعجبكم. الحمد لله أداة مجانية مفيش فيها أي فلوس إن شاء الله.